وإيمانويل أديبايور أمام كرة دفاع توتسي، حذر الكرة في الانترفال وحذر والهدف الأول للمنتخب التوغولي، يعني هدف يقبل الدفاع التونسي، هدف بدائي، هدف بدائي بصراحة. كرة بالتليفون بالتليفون بالتليفون، أديبايور يعطي كرة بالتليفون وسيرج كابكي يعطي الأسبقية للكتيبة التوغولية. 12 دقيقة لعب مشاهدينا الكرام، المنتخب التوغولي ياخذ الأسبقية أمام أعين المدرب سامي طرابلسي وبفرحة المدرب الفرنسي دي دي سيكس. شوف يعني عبد النور لم يلتفت وراه وجاه طبعا على طول الصاروخ التوغولي بكرة غدارة من أديبايور في التمهيد، وسيرج كابكي بيسارية يغارت الحراسة التونسية للمعز بن شريفية. هدف كان بامكان بصراحه الدفاع التونسي تجنبه. عبد النور وصول متاخر يا عبد النور، قراءه سيئه